حاجة بس عندك ناس بدل انت. وبعدين ايه حكاية ان انا كل شوية ادخل التحرير واخرج من التحرير، ادخل التحرير واخرج بالظبط من التحرير؟ انا بالظبط لا استطيع ان اسمي ذلك سوى شيء واحد بس، استفزاز. استفزاز. وبعدين انا لما واحد بيجري قدامي ووقع، وانا رجل امثل القانون، وبموجب القانون يجب ان اتخذ اجراءات قانونية. الاجراءات القانونية لا تتضمن ابدا الاستخدام من مفرط لا القوة، طبعا لا طبعا ولكن امسكه لا واخده طبعا يا سيدي، اربطه بحبال، اكلبشه ايا كان، واخده في مكان الاحتجاز، وحقق ما اعرف مين ده وايه ظروف تواجده في هذا المكان، وبعد كده اشوف ايه الاجراء القانوني اللي هاخده معاه او اخلي سبيله. لكن مش ان انا اضربه هذا الضرب وارجعه تاني يعني. ما هو انا كمان يعني، طب وليه؟ ما هو ده ليه البنات اللي اتضربت، والبنات اللي مش عارف اتحلق شعرها واتحفر لها حروف على راسها، والكلام اللي عشان احنا شفناه ده، تمام؟ وبالتالي بقى بوجه رساله الى الساده بتوع ان والله دي الصور دي مفبركه، وان الصور دي ارجوك مش انا كنت عارف لسه ايه، ايوه اتفضل. والحاجات والكلام ده. آفة مصر في الوقت الحالي إن إحنا أصبحنا في عصر المكالمة. كل واحد قاعد في بيته بيتفرج على شاشة التلفزيون، أو قاعد قدام اللابتوب بتاعه، أو قاعد قدام الكمبيوتر، أو ماسك الموبايل بتاعه، وعمال يخش على تويتر وفيسبوك، وعمالين نلقي الاتهامات جزافا هنا وهناك، وعمالين نشعل الدنيا هنا وهناك. وإحنا شعب بطبعنا يعني لازم بنحب يكون لينا بصمة، ما بنحبش إن إحنا نوصف الأحداث كما هي. لازم أزود حاجة من عندي، ولما أنقل لغيري يزود حاجة من عندي. قبل كده أنا طلبت الجميع فلتقل خيرا أو لتصمت. الشائعات هي اللي بتهدم هذا البلد، وفي نفس الوقت هي اللي بتسخن الأحداث. فأنا بطلب من الجميع إن أنت يعني إيه، والله ده في بنت اتضربت واتسحلت ومش عارف إيه، فأول كلمة بتتقال هي نزلت طيب هي تحرير ليه؟ إيه اللي نزلها التحرير؟ مش مصدقه في بصراحه. المقابل بقى إيه، إن بالنسبة للناس اللي مهتمين جدا بالمجمع العلمي اللي أنا مهتم جدا بيه طبعا طبعا وحزين كلنا جدا عليه، تمام؟ ولكن في الحالة دي بقى لما نسمع إن كتاب وصف مصر اتحرق، ما إحنا لازم نقول إيه، يستاهل، هو إيه اللي وداه عند الأحداث؟ ما يعني ايوه بالظبط، بنفس بالقياس بالظبط يعني. بنفس القياس. في كل الأحوال نحن لا نقبل أبدا أي اعتداء على أي منشأة عامة أو تخريبها، تمام؟ ولا نقبل أيضا أي إسالة لنقطة دماء واحدة مصرية على أرض مصرية وبيد طبعا مصرية. يجب إيقاف كل ذلك العبث تماما وفورا، ويجب أن نتفق على حماية ما تبقى لنا من مصر. مصر بقت مجرد شوية طوب بنحدفهم على بعض، ما ينفعش ما تسعى. ينفعش. لو قدامنا دقيقتين تحب ناخد اني الحقيقة الخبر اللي نشر في المصري اليوم في صفحة 14 هو خبر مهم جدا طبعا وأقلقني جدا الحقيقة، ايوه بس ألا وهو إن أنا ما لقيتوش في أي جرايد غير في المصري اليوم، في جرايد أخرى على استحياء كده منشور جوه كده. بس جنوب السودان إسرائيل متوغلة فيها جامد قوي ما يعني. هي دي الفكرة بقى، يعني رئيس جنوب السودان يزور إسرائيل لبحث التعاون العسكري والاقتصادي. سيل فاكير أول زيارة رسمية يقوم بها لإسرائيل لبحث التعاون العسكري والتعاون الاقتصادي. ومن هنا أناشد الجميع وأوجه رسالة إلى المجلس العالي للقوات المسلحة، وإلى المجلس الاستشاري، وإلى الحكومة المصرية، وإلى السادة وزراء الخارجية والتعاون الدولي، إلى فكرة أن لا يجب أن يشغلنا ما يحدث الآن على أرض مصر بما يحدث من حولنا. طبعا لا يجب أن يشغلنا ذلك عن تأمين حدودنا مع إسرائيل، لا يجب أن يشغلنا ذلك عن تأمين حدودنا مع ليبيا وإيقاف مسألة تهريب الأسلحة من هناك، وأن يكون لدينا فرص استثمار حقيقية في إعادة إعمار ليبيا. نحن أولى بذلك من أي أحد آخر، وأولى بذلك الآن من أي وقت آخر. والنقطة الثالثة تتعلق بجنوب السودان. لازم بقى نبدأ نخلي بالنا، في تحركات، في تعاون على أعلى مستوى. في المقابل ماذا فعلنا لكي يعني قبل ما نقول إن رئيس جنوب السودان راح إسرائيل، إحنا عملنا إيه علشان ندخل في جنوب السودان ونستثمر ونشتغل هناك ويبقى لينا تعاون اكبر من اللي موجود حاليا. الخبر الثاني يتعلق بالاعاده. الاعاده بتتم في 9 دوائر. انا الحقيقه يعني انا مش حابب اتكلم على موضوع الانتخابات، خصوصا في ظل اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي، وفي ظل ان البعض ممكن يطلع ويقول والله ده يعني اللي بيحصل الان هو محاوله لعرقله الانتخابات. يعني لا ما تقلقش، في ناس مهتمة قوي بالانتخابات، ما ولكن يعني النهارده بتجرى انتخابات الاعاده. لا اعرف مدى اقبال المصريين الحقيقه النهارده هيكون ايه في هذا الامر، ولكن اناشد الجميع في كل الاحوال انزل الانتخابات وشارك، وارجوكم اختاروا الاحزاب والاشخاص الذين لديهم برامج حقيقيه تستطيع ان تساعدك. وفي نفس الوقت عايزين يكون عندنا الوعي الانتخابي الكافي، عايزين نبعد عن الزج بنا تجاه اراء معينه او اختيارات معينه، يجب ان يكون لدينا قواعد في الاختيار. اخيرا حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي بيتعهد بتحمل تكاليف إنشاء المجمع العلمي، وأنا
هيجيب بعض المخطوطات الأثرية اللي كانت عنده. سمعنا كمان إن المشير محمد حسين طنطاوي كمان في إعادة. طبعا لا يجب أن ننكر أن هناك برضو دور جاي للقوات المسلحة، وحتى لما وقعت الأحداث هو من جه متأخر شوية بس تمام، يعني تم فتح المستشفيات العسكرية لاستقبال المصابين. وبرضو موضوع المجمع العلمي ده الحقيقة محتاج لجنة تحقيق مستقلة بقى لوحده. من أحرق المجمع العلمي؟ هو في فيديوز يا محمد، انسى خلاص. أصل في فيديوهات من الطرفين. بس يعني في أطراف معنية، بس برضو بناشد المجلس العسكري إن إحنا ما ناخدش الموضوع من طرف واحد. لا طبعا، في أطراف كثيرة، وإحنا لما نحط ده مع ده ونحلل هنقدر نوصل للطرف الثالث. زي ما أنت قلت لازم تكون جهة مستقلة كمان، وجهة مستقلة تماما بالزبط، لضمان الحياة وضمان حقوق جميع الأطراف في المسألة. وأخيرا موضوع المجمع العلمي، أعتقد أنه فعلا محتاج لجنة مستقلة بقى بعيدا عن أحداث مجلس الوزراء. عايزين نعرف ظروف إحراقه، هل هو نتيجة تراشق، ومين بقى اللي كان موجود على الأسطح وبيحدف المولوتوف وبيحدف الطوب والكلام ده، وهو تابع مين، ومين سمح له يطلع، ومين اللي تحته كان بيرمي برضو المولوتوف، ولماذا تأخرت جهود الإنقاذ ومن عرقلها، والخراطيم اللي كانت بتضرب على المتظاهرين ليه ما ضربناهاش على المجمع العلمي، يمكن كانت. وشفنا فيديوز كمان للقوات المسلحة وهي بتطفئ نيران مجلس الشعب لما اتحرق قبل كده، ففي بطيارات الهليكوبتر كان ده ممكن يحصل. احنا عندنا يعني أزمة مش في إدارة الأزمات في مصر، يجب أن ننتبه ليها. أرجوكم إدارة الأزمات ثم إدارة الأزمات ثم إدارة الأزمات. بعتذر ليكي وبعتذر لكل السادة المشاهدين عن يعني انفعالي، ولكن مشكورك جدا الوقت الحالي يعني ما فيش في مجال للمجاملات خالص، ويجب أن نكون حريصين كل الحرص على مستقبل هذا الوطن، وبهدوء وبتروي وبعقلانية، علشان ننقذ ما تبقى من مصر. محمد طلعت الهواري صاحب جريدة المصري، مشكورك جدا 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 يا محمد على وجودك معنا، وانفعالك وطني ده تصدقني مطلوب عشان ده دورنا. بننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.